كابتن محمد صلاح طبعا نجم النجوم، وقعد مع اللعيبه بعد الماتش بيقولوا احنا خسرنا ماتش بس ما خسرناش المعركه اللي هي البطوله. يعني هو مع حق 100%، بس لازم المنتخب يتعدل اتزانه، يعني لازم تظبط الامور كلها على الترابيزه عشان تلاقي النتيجه. فقعد معهم الكابتن محمد صلاح واتكلم وقال لهم ان البطوله طويله، محتاجين نكسب الماتشين وخلاص، انسوا بقى هنقابل مين ومش هنقابل مين، مش ده الموضوع، لكن احنا هنلعب مع السودان ونلعب مع غينيا، نكسب بس الماتشين واللي نقابله نقابله، وبعد كده لكل ايه مقال مقال، لكل مقام مقال. وقتها يعني لما نيجي نقابل بقى الجزائر ما نقابلش الجزائر، نقابل كوت ديفوار زي ما يكون يكون، لكن في النهايه خلونا نركز الماتشين الجايين ان احنا نتاهل لدور ال 16، وبعد كده الامور نكملها ونقفل صفحه نيجيريا بكل مرها او مره، لان الاثنين مر بالنسبه لنا في مباراه نيجيريا.